شهدت حديقة ساحل بوصبح صباح اليوم تدشين أول غابة مصغرة مستدامة في مملكة البحرين، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبتنظيم من بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع جمعية السيدات الهندية وفريق أصدقاء الحدائق. وتزامنت فكرة الغابة المصغرة بمناسبة يوم الأرض الذي يحتفل به العالم يوم 22 من أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة. وشاركت سعادة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة مع الجهات المتعاونة والضيوف في غرس الشجيرات والشتلات في موضع حديقة بوصبح. سعيدين اليوم بتدشين هذه المبادرة في يوم الأرض، حيث يحتفل العالم جميعا بالاحتفال بيوم الأرض لإظهار الدعم للبيئة المحيطة بنا. اليوم طبعا تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، يتم تدشين أول غابة مصغرة مستدامة في مملكة البحرين، تأتي ضمن الخطة الوطنية للتشجير في مملكة البحرين والتي تصب في رؤية مملكة البحرين 2030. المشروع عبارة عن إنشاء غابة مصغرة في البداية تحتاج إلى تدخل البشري لمدة 9 شهور.